السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع مهم وجيد، هو اللي هو أفضل شريحة نت واتصال في إندونيسيا ننصح فيها لحظة وصولك. هذا موقعهم، إذا تحب تدخل الموقع راح أضع لكم إياه أسفل الفيديو، وفي الأسفل راح تجد التطبيقات اللي راح نحملها وبعدين نبدأ في عليها شرح على جوجل بلاي وأبل ستور، وهنا مركز الدعم الفني إذا احتجت أو إنك تتصل فيهم أيضا أسفل الصفحة موجود. في البداية راح ندخل على جوجل بلاي وننزل التطبيق أو ثبت التطبيق، أو إنك إذا عندك آيفون تقدر من متجر الآيفون نزل التطبيق ثبت، وراح نتكلم فيه بعد شوي. المفروض إنك تكون نزلت التطبيق على جهازي قبل حتى ما توصل إندونيسيا. بعد ما توصل أما إنك تلقى تليكوم سيل في المطار، وهذه يعني ما شفت أنا، لا أو إنك تبحث عنها في المدينة من الموقع الإلكتروني لهم، تروح فايند أس يطلع لك هذه الخرائط، هذه الأيقونات، هذه على مكان وين موجود سواء في جاكرتا أو خارج جاكرتا. شوف هذه كلها العلامات الخاصة في تيليكوم سيل. ما لقيتها هذه عندك يجي محلات مشهورة اسمها فاميلي مارت، فيها فاميلي مارت تقريبا في حدود أكثر من 120 فرع في موزع إندونيسيا، تشتري منها البطاقات هذه. بعد ما ثبت التطبيق وتفتحه يطلع لك اختيار اللغة، تختار اللغة الإنجليزية، بعدين تسجل رقمك الإندونيسي اللي أنت أخذته، توافق على الشروط والأحكام، ثم تضغط لوجون. راح يرسلوا لك رسالة نصية فيها رابط، تضغط على الرابط المرسل وراح يفتح التطبيق معك، وكذا تكون دخلت على حسابك تشوف الرصيد المتوفر عندك في الحساب. الصفحة الرئيسية راح تلاقي رصيدك، وراح تلاقي تفعيل البطاقات، وراح تلاقي تحويل الرصيد وشحن الرصيد، وراح نتكلم عن كل ميزة نحتاجها وكيفية التفعيل في الدقائق القادمة. من هنا نشحن الرصيد، نضغط على أيقونة شحن الرصيد تطلع لنا خيارات الباقات الموجودة، نختار الباقة اللي تناسبنا ونشحنها وندفع بالدفع بالبطاقة الائتمانية أو حتى عن طريق الستيسي باي. أما بالنسبة لتفعيل البطاقات، هذه الخانة اللي خاصة بتفعيل البطاقات وتخص وش الباقة اللي تبيها، إنترنت أو مع خدمات أخرى، دقائق أو رسائل. لما تختار الإنترنت لازم تنتبه لنقطتين مهمتين، لازم تركز على الإنترنت وصلاحيتها، إنها تكون كلمة إنترنت لحالها زي ما هو بالصورة، ومدة الاستخدام كم يوم يعني. مع طريقة تحويل الرصيد لشخص ثاني، في عندك رصيد تبي تحول شخص آخر وتشحن له، تختار أيقونة تحويل الرصيد ثم تسجل الرقم، تختار الطريقة تحويل أو شحن، ثم نختار المبلغ ثم إرسال. أحيانا يكون معك وأنت مسافر رصيد فتبي تحولها مثلا إلى شخص ثاني سائق أو صديق لك موجود لازال، هذه هي الطريقة.